تعلم في رمضان وعلم نفسك الخير كل الخير، علم نفسك الطاعة، حببها في الصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن. تعلم في شهر القرآن القرآن، تعلم حسن التلاوة الصحيحة وتفسير ومعاني ما تقرأ من كتاب ربك تعالى. تعلم أحكام صيامك جيدا وتفقه في صيامك. علم نفسك كيف تحافظ على قلبك من الشبهات والشهوات. تعلم كيف تدير غضبك وتسيطر على انفعالاتك في المواقف المحرجة لك. واعلم أن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. تعلم في هذا الشهر على العطاء والبذل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري.